كما شفتم اليوم المقابله ما كانت سهله، وين كنا خادمين حنا كنا عندنا شويه ثقل، هما وين كانوا بادين في سيمانه. الحمد لله حنا هادو ثلاث نقاط، هادو ثلاث نقاط اللي خلونا نبداو اونطامو بيا شامبيونا. الحمد لله مازال خير القدام، ان شاء الله عندنا اوبجيكتيف واحد هو الصعود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللي حققنا هذا الفوز، وتكون توجور بادية انطلاقة، حاش ليكيب مازال ما قدبتش الانسجام تاعها ونتعرفوا بيناتنا غاية وكاع. الحمد لله احنا حققنا الأهم، هي ثلاث نقاط، وإن شاء الله هذه تخلينا باش نكملوا البطولة بأريحية إن شاء الله. الحمد لله يا ربي اليوم وين ما خيبناش هذا الجمهور لي توت لا سيمان وحنا نبريبارو، الحمد لله يا ربي، وين سي دي فوا الماتش الاول توجور يجي شويه صعيب، والحمد لله اليوم وين ادينا ما علينا، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله، ونفرحوا هذا البيبليك.